أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذكور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور دليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمة، وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة.